مرحبا، مسألة فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. حرصا منها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني الحكومية وفق أرقى المعايير الدولية التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقعت هيئة الأشغال عام 7 عقود تنص على تصميم وتنفيذ مشاريع حيوية جديدة في قطاع الرعاية الصحية. التفاصيل نتابعها معكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير. وقعت هيئة الأشغال العامة على عقود لبناء عدد من مشاريع المباني في قطاع الرعاية الصحية بحضور كل من سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وممثلي هيئة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية. أما العقود التي وقعت في فندق سانت ريجيس فهي لمشاريع حيوية جديدة في قطاع الرعاية الصحية، وتهدف إلى تطوير هذا القطاع ومده بالوسائل المتطورة اللازمة. مشاريع الرعاية الصحية الأولية أو الرعاية الصحية بالعموم هي عمل مهم في الاستراتيجية الوطنية للصحة، توسع العمراني في هذا النطاق. اليوم كان جزء كبير من هذه الاستراتيجية تحقق. نتمنى إن شاء الله مستقبلاً نستكمل البنية التحتية متكاملة للقطاع الصحي، قريباً في طرح مشاريع جديدة نستقبل بها المرحلة الأولى من الرعاية الصحية الأولية، وهي بناء 19 مركز صحي مقارنة ب 21 مركز صحي في الوقت الحالي، وكذلك بناء حوالي 6 مستشفيات جديدة. اليوم يعني احنا وقعنا في هيئة الأشغال العامة 3 عقود لتنفيذ المشاريع، عقدين لبناء 4 مراكز صحية، والعقد الثالث لبناء السيميليشن سنتر اللي هو مركز التدريب والمحاكاة لمؤسسة حمد الطبية. طبعا قيمة عقود التنفيذ في حدود 750 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى أن وقعنا 3 عقود أخرى للاستشارات، منها عقد بحوالي قيمة 220 مليون ريال للتصميم والإشراف على تنفيذ التوسعة لمستشفى الخور، وكذلك عقد لتصميم والإشراف على تصميم تنفيذ ملحق الطوارئ، وأيضا للتصميم مبنى المختبرات الطبية. وهذه العقود ليست الأولى التي توقعها هيئة الأشغال العامة في مجال الصحة، ففي العام 2013 تم توقيع 7 عقود بقيمة تقارب 1 مليار ريال لمشاريع مماثلة، ويندرج هذا التوجه في إطار المساهمة بتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وصلنا مشاهدينا إلى فقرة مناطق الأسبوعية. وجهتنا اليوم لمنطقة الجميلية، حيث يتواجد الآن نديب قناة الريان إبراهيم النعيمي ليعرفنا أكثر مع ضيفه الكريم عن المنطقة. مساك الله بالخير يا أبو علي. يا مرحبا بك يا حمد، أمسي عليك بالخير وعلى أخوي خالد سبيسي وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام في كل مكان. الجميلية واحدة من مناطق دولتنا الحبيبة اللي تحظى مثلها مثل باقي المناطق على اهتمام الدولة، وهذا في إطار خطة تطويرية شاملة. نطلع عليكم مشاهدينا الكرام من هذه المدينة اللي تقع غرب مدينة الدوحة، ونتعرف عليها عن قرب مع ضيفنا الليلة راشد بن عبد الهادي الشهواني. حياك الله يا راشد. حياك الله، يا مرحبا ومسهلا أخوي إبراهيم، ويا مرحبا بقناة الريان في منطقة الجميلية. الله يبقيك ويطول عمرك راشد. قبل ما نبدأ وياك بنشوف هذا التقرير اللي تكلم عن منطقة الجميلية. مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير وراجع لكم إن شاء الله. الجميلية أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى جمالها وحسن مناظرها نتيجة لكثرة النباتات التي تنمو بها.
مدينة الإجمالية تقع في وسط غرب قطر، ولا يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة، وتبعد عن مدينة الدوحة حوالي 70 كيلومتراً، ومدينة دخان هي أقرب المدن إذ تبعد عنها حوالي 35 كيلومتراً. طبعاً أنا من الناس اللي كانوا ساكنين في الدوحة، صار لي 10 سنوات في الدوحة، ورجعت سكنت في الإجمالية وبنيت البيت والحمد لله، ورجعت أنا وأخوي ووالدتي. طبعاً الإجمالية يعني مكان يعني هادي جميل، يعني يساعد على أنك أنت ترجع له. فيه مميزات على الرغم أنه فيه يعني بعض النواقص اللي إحنا نحتاج لها، مثل الشارع، إحنا نحتاج شارع هايوي، بالإضافة إلى أن تطوير المركز الصحي اللي يعتبر يعني من ضمن الأشياء الأساسية والرئيسية اللي إحنا نحتاج لها. تضم الإجمالية مركزاً للشرطة، مركزاً للدفاع المدني، مركزاً صحياً، مبناً لوزارة البلدية، مدارس للبنين وللبنات، ومركزاً بيئياً، بالإضافة إلى مراكز للشباب، وحديقة عامة تضم ألعاباً للأطفال، ويجري العمل على إنشاء محطة للوقود في المدينة. يميز مدينة الإجمالية موقعها الجغرافي بين البحر وبين البر، فيها العديد من المتنفسات حق الشباب مرتادين البحر أو أهل الإبل والماشية، بالإضافة للهدوء والجو الجميل اللي في الإجمالية. أتمنى من شباب هالمنطقة أنهم يحافظون على المنطقة، ينهجون نهج آبائهم وأجدادهم في المحافظة على هذه المدينة الجميلة اللي احنا نتمنى إن شاء الله أن يعني يعم فيها الأمن والأمان علينا وعلى بلادنا إن شاء الله بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا من جديد، شفنا وياكم هذا التقرير اللي تكلم عن منطقة أو مدينة الإجمالية. راشد حياك الله من جديد، لو تحدثنا راشد وتكلمنا عن منطقة الإجمالية وش تميز به. منطقة الإجمالية سميت بمنطقة الإجمالية بالبير الموجودة، الماء العذب والجميل، نعم، وسموها الإجمالية. فالناس قبل كانت ترحل من مكان لمكان، وعقب جاوا سكنوا الإجمالية سنة 1900، في حوالي 1962-63 جاوا سكنوا البيوت الحصى والطين، نعم، و هي اللي في مدخل الإجمالية. مدخل الإجمالية، اللي مدخل الإجمالية على اليسارك، وفي منطقة ثانية اللي هي عند على الخط الغويرية بعد تلاقيها على اليسار. نعم. في بيوت قديمة هناك موجودة عند البير القديمة. وعقب انشأوا اللي هي مدن جديدة، مثل مدينة الكعبان ومدينة الإجمالية وكذا مدينة انشأوها سنة 1974. فوزعوا البيوت هذه حق الأهالي يسكنون فيها. في مناطق خارجية مثل ما تقول قرى خارجية اللي هي سوحلية والبصير والرفيق وملقهاب، اجتمعوا الناس في منطقة الإجمالية هنا ووزعوا عليهم البيوت وسكنوا الجماعة من سنة 1974 نعم. إلى حدنا هذا. وبعض الناس راحوا للدوحة، والحين نشوف في تزايد، في ناس رجعوا إلى نفس المنطقة الإجمالية. في راشد الظهر بعد الإجمالية الشمالية، والحين انشأت بعد بين الإجمالية القديمة والجديدة، توزعت أراضي حق أراضي الجماعة اللي كانوا في دخان، نعم، في المناطق الجنوبية مثل البشارب، نعم، مثل البشارب، وأعطوهم منطقة هنا شمالينا الحين. والحمد لله الناس عمروها، والحين الحمد لله أشوف البيوت قامت تزايد يوم بعد يوم، نعم، والحمد لله الخدمات موجودة وكل حاجة الحمد لله. نعم راشد، يمكن الإجمالية مثل باقي مناطق الدولة لها مقومات تاريخية أو سياحية، وش المقومات التاريخية اللي في منطقة الإجمالية؟ والله عندنا أنا أخوي إبراهيم اللي هي قرية الإجمالية القديمة الحصى والطين، نعم، وعندك اللي هو البحر شمالينا، يعني الحين الحمد لله الدولة ما قصرت، وصلت الشارع لين منطقة أبو سدرة والسوحلية، نعم، يبعد عنك البحر لو توصل المنطقة هذه يعني بتنزل كيلوين من احسن صراحه الشواطئ عندنا اللي شاطئ ام الماء، وعندك اللي هو الحصين، منطقه الحصين بعد اللي هو البحر، بحر الحصين، نعم، يمكن بعد الزوير عندكم هاي الزوير عندك بعد، نعم، الجميله اللي الجميلة الناس هذا وقت المقناص فيها فيها، نعم، تجمعون خاصه للمخيمات البحريه الشتويه دي، نعم. راشد، وش المقومات
أو المرافق العامة اللي عندكم في الإجمالية؟ والله عندنا الحمد لله مركز الشرطة، مركز الشرطة والدفاع المدني ومكتب البلدية ومكتب للبيئة والمحميات الطبيعية، وعندنا اللي هي البيطري، نعم، حق الله يجزيكم الحيوانات، والمستشفى الإجمالية بعد الحمد لله توهم بانينه جديد مع المباني، مع مباني الشرطة والدفاع المدني. نعم. وش راشد للخدمات أو المشاريع اللي تنفذت في السنوات الأخيرة عندكم؟ والله الحين الحمد لله في طور انهم يسوون اللي هو محطة بترول وقود، كنا نعاني منها في السابق. نعم. كنا نشيك يعني بترول من اللي هو دخان أو نروح زبارة أو شحن. إذا أنت في الدوحة وأنت جاي على الطريق تمر ملفائي زين وتعبي وجه الجملية، الجملية ما كانت فيها محطة بترول في السابق. نعم. فالحمد لله الحين أول ما تدخل منطقة على يمينك محطة بترول وقود في طور الإنشاء في الوقت الحالي. نعم. هذه المشاريع بلدية الجملية شلون تشوف الخدمات اللي تقدمها للسكان؟ والله الخدمات جيدة، ولكنها مشكلة أنها مكتب فرعي. نعم. تابع لبلدية الريان، في السابق كان بلدية، كانت بلدية مستقلة، كانت بلدية مستقلة بتقدم أكثر يعني عندها صلاحيات أكثر من الحين. نعم. والحين هي مكتب؟ مكتب تابع فرعي، فرعي لبلدية الريان. زين، بعد القرار الوزاري بإنشاء بلدية في الشحانية، شلون تشوف هذا القرار بيخدم منطقتكم؟ القرار هذا بيخدم اللي هو المكتب الفرعي اللي هو مكتب بلدية الجملية، بيخف الضغط على بلدية الريان، بتكون البلدية الشحانية الكرعانة والجملية، نعم، تتبع بلدية الشحانية، بيخف الضغط على بلدية الريان، لأن ما ماسكة شريحة كبيرة من المناطق اللي هي بلدية الريان. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله من البلدية الشحانية إذا انشأت أنهم تعطي صلاحيات أكثر لمكتب بلدية الجملية وتبطل فيها خدمات أكثر، من ضمنها وزارة الاقتصاد. الحين لو عندك رخصة تجارية تبي تجددها لازم تروح الدوحة وتجددها من بلدية الريان أو من وزارة الاقتصاد، وكذلك الدفاع المدني بتروح للمنطقة الصناعية. نتمنى أن يكون حد من الموظفين موجودين هنا يكون يشرف على اللي هو المحلات التجارية، سواء كانت في الجملية أو في دخان أو في مباب، لأن الجملية ماسكة اللي هي من السوحلية لين دوار مباب. نعم. ونطالع من دخان بعد لين توصل للنصرانية، هذه النصرانية تبع الجملية. المناطق صراحة يعني عندك محلات تجارية في الجملية، عندك محلات تجارية في زكريت، عندك محلات تجارية في مباب. فنتمنى أن يكون يعني أحد الموظفين اللي نفس بلدية الريان في الوقت الحالي، ما شاء الله يعني. نعم. يعني الخدمات بتدخل بتلاقي الخدمات موجودة عندك، من ضمنها وزارة الاقتصاد بدأت تطورت أكثر من قبل الحمد لله، متكاملة فيها جميع المقاطع. الشيخ عبد الله بن ناصر، نعم، جزاه الله خير، وأخونا راشد بن سعيد الجفالي مدير بلدية الريان، يعني ما قصروا واجتهدوا والخدمات صارت أفضل من السابق. نعم. راشد، غير البلدية شو تحس إن في نواقص عندكم في مدينة الجملية؟ والله النواقص عندنا أخوي إبراهيم، عندنا منطقة صناعية في السابق كانت موجودة، ولكن لما رجعنا الجماعة هناك يعني نتمنى أنهم يسوون أراضي صناعية للأهالي علشان تكون في منافسات. نعم. مع يعني الواحد اللي بطل الجراج يكون أكثر من جراج. نعم. موجود، والمصانع، مصانع الطابوق أو العمال، لأن عندنا قانون الممنوع العمال يسكنون في المناطق السكنية. نعم. يكون بدل ما يسكن ويخالف في منطقة الجملية أو في المناطق الثانية يكون يسكنون سكن عمال مخصص، سكن عمال مخصص للعمال في اللي هي منطقة صناعية. وعندك الأراضي. نعم. الأراضي بيني وبينك يعني لو يصرفون الأراضي، نتمنى أن يصرفون أراضي للأهالي يسكنون فيها الأهالي ويرجعون أهالي اللي راحوا الدوحة يرجعون، لأن بعضهم يبي يرجع بس مشكلة يقول ما عندي أرض أبنيها أو أطورها، لأن بيني وبينك الجملية من أحسن المواقع الاستراتيجية. عندك يعني الحمد لله الهواء عندك، الهواء ما شاء الله يعني، لا عندنا مصانع، الهواء حلو صراحة، ولا فيه مثل يعني مصانع في دخان أو الماكنة الثانية. نعم. منطقة مفتوحة تسبب الربو وتسبب الأمراض هذه. وثاني شيء الحمد لله تمتاز بعد بالآبار، عندك المياه الجوفية.
العيون الماي يعني حلو فيها راشد؟ اي والله من احسن المياه صراحه في دوله قطر. يمكن تميز يعني الواحد من ربعه اخذ الماي وراح جربه. نعم الحمد لله لقاه من احسن الماي الحمد لله. يمكن بعد اللي يميز الجمليه هي تكون في نص قطر. نعم. وتبعد عن الدوحه 70 كيلو متر تقريبا يعني. نعم. راشد شلون تشوف مستقبل الجمالية وش المشاريع اللي جاية إن شاء الله؟ والله إن شاء الله عندك شارعين الجمالية مع الإنارة إن شاء الله بيتم تنفيذه في على موعدنا الجماعة في أشغال في تاريخ إن شاء الله في سنة 2015 إن شاء الله. 2015 شارعين مع الإنارة إن شاء الله. نعم وغيرها. ونتمنى منهم إن شاء الله نتمنى منهم أنهم يبدلون المخطط اللي موجود حاليا بدل ما يكون دواوير. بيكون دوار عندك في عند الصنع دوار عند العطورية يتبدل بدل الدوار يكون جسر الجسور نفس اللي هي لما تطلع من تخان وأنت متجه إلى مدينة الدوحة الجسور بدل الدوابير يكون السير فيها يمكن. نعم. أحسن ذكرت لي راشد أنه في الأيام الأخيرة وصل عندكم المايك يعني استغنيتوا عن الصهاريج والدناكر. الحمد لله الحين وصلوا المياه الى بيوت الجمليه كلها الحمد لله توصلت مياه الشرب لين لبيوت الحمد لله ما قصرت الدوله وصلت لين للبيوت كلها الجمليه كلها والشماليه الجمليه. نفس كلها الشماليه والجنوبيه بس الحين بس صهاريج سياره الدناكر. نعم. مخلين محطه البترول عشان محطه اقصد الماي. نعم. حق المناطق الخارجيه في الوقت الحالي لان عندنا قرى يعني مثل بصير السوحليه رفيق ملقهاب زكريت كلها تخدمها اللي هو الدناكر المياه. نعم توصل لهم لين المناطق وان شاء الله سمعنا في السنوات القادمه ان شاء الله انهم يوصلون حق المناطق المياه لين المناطق. راشد يمكن قبل هو ذكرت ان تم تخصيص ارض هنا للاستاد في الأرض مخصصة للإستاد. نعم. النادي لأن الحمد لله عندنا نادي ثقافي موجود حاليا. نعم. للبنين وعندنا نادي ثقافي موجود بعد حاليا للبنات جزاهم الله خير حكومتنا الرشيدة ما قصرت يعني جابت الخدمات كلها متوفرة عندك حاليا بس ينقصها بعض الخدمات باقي لنا يعني عشان تكتمل عشان الناس وتشجع الناس. نعم. ترجع لمنطقة الجمالية وإذا لقوا فرص عمل يعني متوفرة زيادة في منطقة الجمالية أنا شو وديني أروح الدوحة معنا الحمد لله عندك هنا مدرسة العيال موجودة مدرسة ابتدائية إعدادية ثانوية ومدرسة من جنبها قريبة من جنبها على طول ابتدائية إعدادية ثانوية للبنات والحين في طور يسوون اللي هو روضة أطفال. نعم. يعني موجودة حاليا في طور الإنشاء. نعم راشد بيض الله وهجك على الحضور والله لا يهينك وان شاء الله اتمنى لك التوفيق. وجهك ابيض وبيض الله وجهكم ودائما قناه الريان هي السباقه وما قصرت صراحه. هذا واجب. اللي جمعت بين الماضي والحاضر وجمعت بين البر والبحر يعني ما قصرت جزاكم الله خير بيض الله وجهكم. واجب راشد بيض الله وجهك. نعم شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه موعدنا وياكم ان شاء الله الاحد الجاي في منطقه ثانيه من مناطق قطر. شكرا لكم على المتابعة والكلمة عندكم زملائي في الاستوديو. بيض الله وجهك يا إبراهيم وشكر لك ولضيفك الكريم على هذه المعلومات عن المنطقة الجميلة والغالية على قلوبنا الجميلية. شفت الأجواء خالد؟ أجواءنا هذه أجواء شمالية يعني والله أجواء جميلة يعني أنا صراحة إحنا كان ودنا إن إحنا نكون معاهم. نعم يعني في هذه الأجواء. أنا أشكر إبراهيم وأشكر نعيمي وأشكر راشد بن عبد الهادي الشهواني على يعني الفكرة اللي أعطانا إياها واحتياجات المنطقة بعد تكلم عنها. صحيح. أبو تميم ومثل ما شفت الأجواء الحلوة هذه. إحنا نتمنى يعني إن المناطق تكون بعيدة عن المدينة يكون لها مراكز خدمات على أساس إنه يكون في إقبال من الناس إن هي تروح تسكن فيها مثل ما تفضل الضيف راشد إن البلدية في صعوبة إنهم يروحون يطلعون تراخيص أو لازم ينزلون الدوحة. مو بشرط إن أنا يعني هذه يمكن مرحلة ثانية أو هدف. صحيح. ثاني لكن الحين أعمل الاستقرار للموجودين بتوفير جميع الخدمات لهم عقب تصير الهجرة العكسية من العاصمة إلى المناطق الثانية لأن المناطق الثانية يمكن مثل ما ذكرت أهدى وأحلى. حياك عندي في الويكند قاعدك نفس القعده الحلوه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل وبعدها بنتابع.
محطة اقتصادية بنناقش فيها مدى تأثير خطط التنمية للدولة بتغير أسعار النفط.